مهلا أخي وعد إلى مولاك، ضيعت عمرك في الذنوب كفاك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة العبد من رجل نزل منزلا وبه مهلكه ومعه راحلته عليها طعامه وشرابه، فوضع رأسه فنام نومه، فاستيقظ وقد ذهبت راحلته فطلبها، حتى إذا اشتد عليه الحر والعطش قال: أرجع إلى مكان الذي كنت فيه فأنام حتى أموت. ثم رفع رأسه فإذا راحلته عنده عليها زاده طعامه وشرابه، فالله أشد فرحا بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته وزاده. مهلا أخي وعد إلى مولاك، ضيعت عمرك في الذنوب كفاك. أراك عن العبادة عازفا وهجرت دينك واتبعت هواك.